موسيقى بربي الفريق نتاع الراف ماج كانوا موجودين عيط لهم باش يشوفوا الحساب الذهني. عملوا مسابقه خمسه الا خمس الا ربع الا كذا فهمني. ولا انا وقت اللي كنت نقرا كانوا عيطوا لي الكمبيوتر عندي الحساب الذهني كل اي رقم النجم اللي تربجوا بك الكومب فهمتني. عيط لهم عيط لهم لا بربي عيط لهم ما ينجمش ما ينجموش رفضوا الدعوه شكون ليه على خاطر قالك يتجسسوا علينا. لا لا نعيط لوين لا باش نعيط لوين جافي وليك متهم بالتجسس انت راه لا احنا ما نعرفوش نحسب والله ما نعرف هو اللي يحسب يفضل له انا رافع يطلع في التيوري الحمد لله انا الوحيد لعبه اذاعيه عملت لها تيوري الحمد لله اللي انا رافع في المات وانا رافع عنا تحداوني تو اعطيوني راسين كاريت انا بالحق مغروم بالمات انت رافع كيفاش انا باك مات جوك باك مات وعميل بريباراتور باك باك ليتر شباب برافو برافو كانوا يقراوا بحدنا جماعه الباك ليتر اقرا فرديسينس كل ما اما لازم بالحق جماعه اللي مغرومه بالمات عندهم خيال واسع يحبوا يفهموا الحاجات بطريقه تيوريك. انا من العباد اللي يفهموا بالتصاور جبت صليت المجموعه بارودي بونجور صباح النور صباح الفل صباح محمود يا باسل الحمد لله سفاره باب شحور كرافه لا على بكري رفيق عمل لك خمس ربع ثلث هاي هذيك السويله هذيك عمل حسابك تنضحكوا بها في الحومه صحيح اعطينا تصرف الحومه اسمع نعطيك انا برجوليه انا نعطيك النوامر انا نعطيك اعطيني خويا اعطيني اي رقم خمسه هاي سبعة. لا 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 لازم احنا في الحومه نلعبوا بالموسيقى نتاع السسبانس اوكي فاروق يا موسيقى تصويريه في الحومه محمود ما تحسبش بالكالكيولا لا هو باش يكون لجنه تحكيم محمود خليني باش نعطي هكاك وزارة هاي تفضل اعطيني خمسة لا 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 ما تقولش خمسه من غير موسيقى نتاع السسبانس ممكن يقول خمسه تو يحطها هاي سيء قوي فيها شويه زيد تفضل محمود ركز خويا باش باقي خمسه خمسه اوكي في السبعه الا سته أيه. بزر بزر مع 12 أوكي. الا 45 في ال 70 على 82 موان 270 على 82 هذه عمرها ما تطلع معنا تجي 2.58 53 65 85 اي غمض عيني باش يركز معروف جعفر تخي بيان مانيفيك بالموا عاد 2 فاصل قداش 2 فاصل 58 53 65 85 خبيان يعني اعطيتنا ستة ارقام بعد الفصل ايه؟ والله يبارك لك صحيح برافو والله صحيح في السبعين جعفر صحيحه بالحق على 2.58 والله 2.58 53 65 ايوه 85 شو نوابغ انتم شو شو بالك شو انا نجي نبث في التفاهه غادي ونخرج بالفصل معروف انا معروف تنشر في اي في الغابه اي ننشر نعملوا كومبا بيناتنا وبيناتكم في العمليات الحسابيه اتومو ايقاظ علمي اقوى كيفاش انا كيفاش انتدبتهم هذوما عملت تيست في الايقاظ العلمي قد جبنا وقت في الإيقاظ العلمي فهمتني خويا في الحساب في الإنجليزية في الفرنسية أنا نقترح أنا هاو نقترح على إدارة الديوان مادام يسمعوا فينا هما إنه نعملوا مرة في الشهر برنامج نسميوه لي جروستات ديوان حتى مشكلة لا بلو جروستات نوف الورتاني يجي هو ينشط ويجيبنا المنشطين الآخرين أنا موافق ونلعب في جميع المجالات في جميع المجالات ما تربحوناش كرة تحدي ما تربحوناش تحدي كبير ليه هما جماعة الكرة ما نربحوهم احنا لا لا كرة ما تربحوناش غناء ما تربحوناش رياضيات ثقافة عامة رياضيات بني موسيقى فيونس فيونس بني ما تربحوناش قلت شيء كبير ليغا الليغا الليغا الإسبانية الليغا الإسبانية قلت شيء هاني عندنا الليغا هذا الليغا الليغا التونسية شكورك في الفكرة حلوة ياسر نعمل برنامج مثلا كل جمعة يلعب برنامج راف ماج ضد برنامج ساعة سعيدة نلعبوا شهر ونرتاحوا شهر خاطر الهيكلة باش تسكر لنا شهر ركودوا سي محمود بارك الله فيكم تشاهد ونقول لك حاجة بكري قلت حاتم خير منك مستحيل نعرف نعرف وين ما فماش ما فماش باش نقول لك معلومة روح حاتم سي بون بالنسبة لي يسمع في الكرة لا لا باش نقول معلومة انت أقوى ما أنجبت راف ماج الحمد لله الحمد لله فنيا وعلى مستوى الثقافة والوعي والديسيبلين أنت أقوى من حاتم الحمد لله حاتم ونعطيك... بالحاج أقوى من حاتم بالحاج كل كل حد في بلاد وأنت عندك الفضل على برشا يخدموا لهنا صحيح منهم إيهاب اللي دخلته الاستاد يتفرج في الاسبيرانس شكاولك شكاولك والله العظيم ميرسي جاي يحكي لي
محليك يا محمود. لا ماكش متعرف. مانيش بدا حل برنامج وحدك الفكره. لا انا نحب شكون هكا يقول لي بالحق ما تحبش تصوب انت معلومات تقول وليش عفور وحاتم في بلاصتو قيمه ثابته راهو انا قيمه ثابته على روحي لا كل حد ونحب نسمعوا الكلام تحبوا الكلمه دايا والله قداش صار خاطر ما يقولوا ليش في البرنامج بتاعي دونك نحب نجي نسمعوا ناقص حب محمود بالمحليك ناقص حب في البرنامج نسمعوا الكلام وحكايه القروان وال 64 دينار راهو قدام الملاء سامحني فيهم ليه؟ ليه؟ هذاك شيء لا بارودي راك قريب يا بارودي يفضلك يا جعفور ميرسي يعطيكم الصحة جنوب رباب رفع إيهاب يعطيكم الصحة وكوراج ودمى ودمى بارودي أحسن واحد بارودي أحسن واحد بارودي كل واحد في بلاصتو خلي نقول برك خلي أحسن واحد فيش أحسن واحد بارودي حاتم بالحاج لمحمد خرجوا انت ما خرجتش الدوره مازال في الكولوار مازال في الراديو اسمعني في بالكم اللي انا متفاهم انه رافع قلت له احسب قلت له وبعث لي في الكابتور ايكرون بعث لي الرقم كامل عمل لي الحساب هذاك كيفاش طلعتها وانا قلت جعفر مغمض عينيه وانت تخزر التليفون يا ودي حديتك صلي على النبي لا صلي على السيد الحسين هي المترويف هي الكلكولاتريس ما تعطيكش ستة ارقام بعد الفاصل